كما أجرت ليندا عبد اللطيف مفادة التلفزيون المصري لقاء مع محمد مجاهد أحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة. نتابع. على هامش فعاليات منتدى شباب العالم بيسعدنا أن ينضم إلينا محمد مجاهد وهو إحدى خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك فندم. أهلا. يعني بداية عايزين نتكلم عن تجربتك في هذا البرنامج. يمكن ده احد البرامج اللي فعلا الدوله بدات تفكر فيها مؤخرا في ازاي انها تطور القطاع الحكومي وتطور قيادات القطاع الحكومي بحيث ان احنا ننشئ الصف الثاني اللي هيبقى الصف الاول في خلال سنوات واللي بدا يظهر منه ناس كتيره قوي في مناصب قياديه سواء مساعدين وزراء او في مجلس النواب ومجلس الشيوخ او في النواب المحافظين. التجربه بتاعتي يمكن كانت في 2019. البرنامج مدته سنه فكانت فتره طويله جدا ولكن في دعم من القيادات الحكومية بتاعتنا في وزاراتنا المختلفة ووجهاتنا المختلفة في ان احنا ناخد البرنامج دوان. برنامج استمر على مدار السنة ويمكن زي ما شفنا في الحفلة النهاردة الشراكات اللي كانت موجودة سواء معهد الدراسات السياسية في جنيف او سواء المعهد الكوري او السفارة الفرنسية كل دول اسهموا كمان بمجموعة من البرامج اللي اخدناها فما كانش على المستوى المحلي بس ولكن كان على المستوى الدولي في موضوعات مختلفة. ايه الكورسات اللي انت خدتها خلال فتره البرنامج؟ يمكن تقريبا احنا يعني درسنا في الاول مجموعه من الكورسات الخاصه بالمهارات الشخصيه، مهارات الاتصال، مهارات العرض، اداره الوقت، اداره الضغوط. يمكن دخلنا بعد كده على المهارات الاخرى او الموضوعات الاكبر في اداره الاعمال يعني ودي الميزه الاكبر يعني تقريبا نفس اللي انا درسته في ماجستير اداره الاعمال درست موضوعات شبيهه بيه بالظبط فيها وده بيورينا زي رؤية الدولة في النهاية بتخرج حد هو مؤهل علميا وسياسيا مش سياسيا بس. درسنا تسويق، درسنا إدارة أعمال، درسنا موارد بشرية، درسنا إدارة محلية كمان، درسنا النظام الدولة نفسه والنظام العالمي النظام السياسي، درسنا سياسات أمنية أمن قومي. يعني تقريبا ما فيش موضوع سواء على مستوى الإداري أو على المستوى السياسي سواء داخلي أو خارجي إحنا ما كناش درسناه. ليه؟ لأن البرنامج بيهدف لإنه يخرج قائد مؤهل بالموضوعات المختلفة اللي هي العالم كله بيتحدث بيها أو هو بيتكلم بنفس اللغة، لغة التحول الرقمي، لغة الإنترنت الأشياء والموضوعات اللي بقت على الأجندة دلوقتي جدا. انت كمان بتشتغل في وزارة الاتصالات، يعني عايزين نعرف ازاي بقى ناوي تطبق اللي انت استفدته من البرنامج في عملك في وزارة الاتصالات. يمكن انا بدأت من سنة في او السنة الماضية بعد التخرج على طول بدأنا نطبق الموضوع في 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 في, في نقطتين. نقطة التحول الرقمي عشان نمشي مع خطة الدولة واحنا يمكن كوزارة طبعا ده الملف بتاعنا ولكن يمكن نزلنا بملف التحول الرقمي بما اني بشتغل في قطاع المشروعات التنموية او مشروعات التنميه المجتمعيه الرقميه في وزاره الاتصالات ودي معنيه اكتر بالمواطن نفسه فبدانا ان احنا نشوف ازاي الحلول توصلنا للمواطن في وسط ان احنا في ازمه كورونا اللي كانت بتحصل. فكره ازاي تدير احنا بيبقى عندنا تقريبا في الاداره حوالي 22 مشروع حاليا. فكره ازاي تدمج ازاي تعمل تغيير مؤسسي جوه المنظومه وده اتعلمناه في الاكاديميه وده احد الحاجات اللي بتقوم بيها الاكاديميه كمان. ازاي ان انت تحاول تحط كل حد في مكانه يمكن ده اشتغلت عليه السنه اللي فاتت، ازاي ان احنا نساعد الناس على انها تبقى اكتر انتاجيه في وسط الظروف اللي احنا كنا فيها، لا يعني تقريبا فكره حتى العلاقات نفسها ما بين المؤسسه والمؤسسات الاخرى، يعني بمساعده زملائي طبعا عملنا تعاونات كبيره الفتره اللي فاتت يعني. شكرا يا محمد. يعني مشاهدينا كان معانا محمد مجاهد وهو أحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.